السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله غادي نقدمكم واحد الحلقة اللي هي في الحقيقة منفردة، لان في الحقيقة من ابتكاري 100%. شحال من واحد كيقلب على الطريقة ديال الجص ديال الارانب، يعني في السيمانة الاولى ولا جوج سيمانات ما كيعرفوش. الناس كلهم تقريبا حاصلين في هاد اللقطة هذه، ان خاصنا نقدموا الانثى للذكر، ولكن باش نعرفوه بلي هذاك الحمل راه شاد خاصنا من لابد ما نديرو الجص. هذيك الطريقه ديال الجص كاين اللي كيعرف لها كاين اللي ما كيعرفلهاش. انا بقيت كنفكر كنقول خص شي طريقه للتدريب. انا باغي ندير للناس والمشاهدين المشاركين اللي كيشاهدوني، باغي ندير لهم واحد الطريقه ديال التدريب، يعني يدربوا كيفاش يجصوا وكيفاش يتحسوا الصغار داخل البطن ديال الام. التجربه هي كالتالي، هي بسيطه في الحقيقه، نفاخه عاديه، ها هي نفاخه والبي ديال الدراري الصغار ولا ديال الحديد ولا اللي كان، المهم يكونوا قد هكا. النفاخه عمروها بالماء، انا عمرتها بالماء كما كتشوفوا، راه ثقيله، ها هي راه فيها الماء، لان الكرش كتكون شويه ثقيله واحد شويه، ماشي كتكون كالنفاخه كتكون فيها المصاران، كيكون فيها بزاف ديال الحوايج. انا هذاك الشيء عوضته بالماء. الكرش ديال القنيه تقريبا كتكون كبر من هذا الحجم، هذا النفاخه راني شريتها رخيصه كدير درهم. نفخوها واحد شويه بهذه الطريقه، ولا في الاول سمحوا لي، عفوا، نعمروها بالبي هي الاولى انتما، وانا اختاريت ثلاثه البيات. علاش؟ باش تكون الطريقه ديال الجص ماشي بزاف ديال البيات وتجيكم ساهله، لا خصكم تقلبوا على هذاك البي، هي كتدريب انت ثلاثه البيات باش يكونوا صعابين عليكم باش تقلبوا، ولكن في نفس الوقت انكم تعرفوا وتدربوا على الطريقه ديال الجص. ها انتما دابا منين خشينا البي غتنفخوا واحد شويه على حسب الحجم ديال البطن ديال القنيه الانثى. ها انتما تقريبا بهذا الحجم، او انتم كتريقلوا. ها انتم غنبقى نفش واحد شويه، ها انتم هاد البطن هذه بحال هكا تقريبا غادي تكون في ثلاثه الاسابيع. ها انتم غادي تربطوها عادي، ها انتم تقريبا هذا هو الحجم ديال القنيه ملي كتكون يعني كبيره وسمينه، راه كتكون هي مثلا ها هي النفخه محطوطه، كتكون القنيه قد هاد الحجم هكا، هذا الحجم كما وريتكم، ولكن الكرش ديالها يعني الوالده ديالها تقريبا كتكون في هذا الحجم. ها انتم شوفوا اليد ديالي هنايا بهذا الحجم بحال هكا، وغادي تبداو كدورات تدريبيه بوحدكم. غادي تبقاو ديروا هكا، ها انتم الارنبه كتحطوها هكا، وكيكون الراس ديالها لهذا الجهه والمؤخره ديالها كتكون لهذا الجهه. انتم غادي تبقاو تحسوا في الاول كديروا لها هكا، ها هي البطن ديالها هي هذه، وكتبقاو هذاك الشيء كتجيبوه لواحد الجهه لهاد الجهه، يعني كتميلوها بهاد الوضعيه هكا، ماشي كتخليوها هكا مستقيميه على الارض، ولكن كتميلوها هكا واحد شويه، وكتبقاو ديروا العمليه ديال الجص. كيفاش؟ غادي ديروا هكا وغتبقاو تقلبوا على هذوك البيات اللي كاينين. انا دابا راني قصتهم، وفي نفس الوقت ها انتم قلبتوا، وفي نفس الوقت ماشي انتم ملي غادي تقيسوا هذاك الجنين غادي تتكيو عليه، لا غادي تحسوا هي تقريبا كيكون قد البيه في الاسابيع الاولى. نتوما كتقلبوا، انا العمليه ديال الجص انا قلت لكم في الاسابيع الاولى، لانها صعيبه في الاسابيع الاولى باش تشد واحد الجنين قد البيه صعيبه، ولكن الا درتوها الطريقه هذه غادي تجيكم ساهله. ها نتوما ديروا هكا انا دابا لمستو، انا لمستهم، هما الا لاحظتوا معايا ها هما هنا، ولكن هكا راه غير تدريب كتدريب. ها نتوما دابا كتخيلوا القن الانثى ديال الارانب ماشي دايره هكا، لا غادي تكون راسها لهاد الجهه، ولكن غتميلوها غتميلها هكا، بحال اللي غادي تولي يكون رجلها هنا هكا، هي دايره هكا غتولي مركزه هي على رجليها الاخرانيين، وهكا وهذه هي الوالده ديالها هنايا. انتم غادي ديروا بحال هكا في الاول هكا، وغادي تديوهم هذوك الارانب الصغار غتديوهم هكا. ها انا دابا هنا كنتحسس، ها هكا، ها هذا هو التحسس. الا شديتهم هكا صافي كافيين، هاد تقلب بحال هكا كيديروا بحال هكا
صباع هكا وجوج اصبع هكا، وغادي ديروا هكا هكا. هنا انا دابا راني كنتحس، هذا هو الطريقه ديال الجص كتدريب بسيط وسهل. هانتوما انا كنشدهم هكا، ويمكن لكم تعرفوا حتى الاعداد. هنا دابا انا كنتحسس وجبت جمعتهم في واحد الجهه، انا كنقول بلي راهم كاينين ثلاثه. هانتوما واحد جوج، ها هما كاينين ثلاثه، راني شادهم بيدي. هذه هي الطريقه. هانتوما كتشد هكا ها هكا ها هما. في الاول كتمشيو للوسط ديال البطن، وكتبقاو غاديين باش هما تفرزوهم في واحد الجهه. هنا ها انا شديتهم، ها هما ثلاثه، وفي نفس الوقت ماشي كنتكي حتى لحد، راني غير تاكي هكا وكنبقى نديرها هكا. اذا هذه هي الطريقه المبتكره. انا فكرت لقيت الناس كلهم كيسولوني على هذا الموضوع، هذا لقيت ان هذه الفكره هذه بسيطه، يعني درهم، هذه كتشريها بدرهم، والبير بلا شك راه عندكم كيدير بريال ولا اسمه هو. المهم كتعمروها شويه بالماء. انتم شوف شحال ديال الماء عامره به، انتم عامرة تقريبا من الربع ديالها. انتم عمروا غير النفاخه وهي ما منفوخاش، وزيدوا البيات سدوا عليها، وبقاو تدربوا غير بوحدكم على هذه الطريقه. انتم كديروا هكا انتم هنا عاوتاني ها. الا مشيتوا تمكنتم من هذه الطريقه هذه، كونوا متاكدين انكم الا مشيتوا للارنب راه غادي تعرفوا بلي راها حامله ولا ما حاملاش. غير هذا الحجم البيه هذه، هذا الحجم هذا راه تقريبا كتكون في ثلاثه الاسابيع الاولى، يعني راه ماشي كيكونوا كبار مثلا باش غادي تعرفوهم، حتى الاسبوع الاخر عاد كيبداو يكبروا كيفوتوا الحجم ديال البيه. اذا هذه هي الطريقه. الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، لان الطريقه هذه راه في الحقيقه راه ما كايناش كاع، راه حصريه، راه كاينه غير عندي انايا، راني بسكرتها، راه حصريه. حتى الكول ما دايرينهاش، المصريين تا هما ما دايرينهاش. انايا بغيت نفيد الناس بهذه الطريقه، لان كلهم كيكونوا حاصلين فيها. الى عجبكم الفيديو شاركوا معنا، اللي باقي ما شاركش معنا يشارك معنا. تكيو على زر جيم وساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.